يا نادية سايباني نايم وبتخونيني مع البواب يا جزمة. أنا ما خنتكش يا شوكت، ما خنتكش. يا ليلة سودة ومهببة. في لقمة حلوة ليكي فيها. يخلص كام؟ 10,000 جنيه. هتعدي مليون جنيه هنا؟ ليه انت جيبه مرجع؟ قلت لك ما بحبش الهزار، انت عارف حساسية موقفي. ايه كل ما اكلمه يقول لي حساسية حساسية؟ خلاص يا عم ما تاكلش فراولة. نبيلة الأناضولي حسب نسب أرستقراطية. سيبك ان العقد يساوي الرقم ده. هون ده هون ده هون ده هو طبعا. امال ده ايه يعني؟ يلا وده بقى يطلع ايه ده؟ نضاره الشمس ده يا بت ولا ايه؟ ابو عبد الله موجود؟ ابو عبد الله مين؟ وانت جاي شقه مفروشه ولا ايه؟ انت مش شايف رقم الاوضه؟ طب ابو نواف موجود؟ جرايه يا وليه، وانت جاي الدوحه ولا ايه؟ حتى يا اخويا تقول لي مصيف 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 والدنيا يا اخويا طلعت تلج هنا. وطي التكييف يا بلبله وبلاش فضايح. بوبو اعمل تشيك اوت بسرعه. اوكي احنا جايين معاكي. مايو طول عمره صاحبنا الوحيد، مش ممكن نعمل معاه كده. ايه انت بتراقبني؟ انا اراقب مايو؟ ده عينه في قفاه. من الاخر يا مايو يرجع يا انت تحصل. دول لو جم هنا هتبقى مصيبه ومحدش هيقدر يوقفهم. تجننت؟ مستشفى ايه؟ انا هقول لك على كل حاجه.